مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم. اليوم كاميرا ليبيا رسميه موجوده معاكم من داخل مطار بنين الدولي، هالمطار اللي غبنا عليه لنا حوالي مده سنه ونص. اليوم كشاف مجدات ليبيا في بنغازي قائمه بحمله تنظيف كامله للمطار، حيكونوا عملهم بطريقه تنظيم البرج وتنظيف الرنوي واناره الاشياء اللي خربت كلها. كشاف ليب موجوده معنا الكامل من الفتره الصباحيه لعند ان شاء الله تعالى اخر الليل. اليوم معكم كما قلنا لكم مع زميلي جمال الفارسي مع محمد شركس، حنلفوا بكم داخل مطار بنين الدولي ونشوفوا كيف طبيعه العمل ما بين تنظيف الرنوي وتنظيف الساحات الداخليه والخارجيه والتزويق المادات والشجار وكل شيء يعطي الحيويه لمطار بنين الدولي. من عارفين دائما شعار كشافه، كشاف مره كشاف للأبد، والكشاف يرسم ما يهزأ بالصعاب. معانا محكمة ليبيا رسمية، والرسمية ترصد عمل كشاف مجدات ليبيا داخل مطار بنين الدولي. نستقيم الردى ولن نكون للعبا كالعبيد كالعبيد. كرام اليوم من المشاركين مع كشاف مجدات ليبيا الهيئه العامه او الشركه العامه للمياه والصرف الصحي، ايضا موجوده مع شبابنا اليوم. سيارات ما شاء الله عليها مش مقصرين. منور اخويا، يعطيك الصحه. الله يسلمك. شو جو حمله اليوم في تنظيف؟ والله 100% رب يعطيكم الصحه. بس منور اول سلمك صح. اكيد تحيه للشباب اللي معنا اليوم، الشركه العامه للمياه والصرف الصحي. كيف الحال؟ الله يسلمك. تعرفوا عليك خالد فرج العقيلي. خالد ايش حالك؟ الله يسلمك والله. اليوم رسالتنا موجوده فيها عبر ليبيا رسميه بان شباب المياه الصف الصحي والكشافه وكل من يخدم في مدينه بنغازي. رسالتنا اليوم متوجهه للناس، بنغازي حيه ولا لا؟ الحمد لله حكم الشباب وخدمه الشباب منطقه بنينه وبنغازي بالكامل، عمره الشباب الحمد لله نخدمه في المطار بنينه يومي شبه يومي لشركه المياه والصرف الصحي. يا رب وربي يحفظك. امين يا رب العالمين. في علاك قاهرا عداك، قاهرا عداك، موطني موطني موطني. منور قائد محمد شركس للزياره الطيبه في المطار بنينه الدولي، ونحن الان متجهين نحو المطار الرنوي المهبط، نحاول نسيق وننظف النيل حتى تنزل الطائرات بسلام وامان. وشكرا قائد محمد شركس. من جولتنا داخل مطار بنين الدولي مع كشاف مجدات ليبيا بنغازي، عارفين بين مطار بنين الدولي انه في قسم مدني وفي قسم نقل حجاج وفي اكثر من قسم. اللي من مدينه بنغازي حيعرف حاليا وين قاعدين، واللي من خارج بنغازي يقول ان هذا الجزء الجانبي لمطار بنين الدولي، وهو اللي يحمل طبعا الطائرات او صيانه الطائرات من الهناجر اللي صلحوا فيه في الطيران اكيد. فطبعا لان ممنوع من التصوير في الاماكن هذه، فنحن نعرفكم العمل الجماعي للكشاف اللي قاعدين معنا اليوم ومع كاميرا ليبيا. طبعا كيف انتم شايفين مشاهدينا الكرام بان الشظايا الموجوده على الارض هي صغيره جدا، ما تبانش يعني الا لما الواحد يقرب منها. هذا هو صعوبه العمل، لو كان مثلا العمل كبير او العمل واضح او الشظايا واضحه العمل اسهل نوعا ما. ولكن رسالتنا اليوم الموجهه مع كشاف مجدات ليبيا بان رغم صعوبه العمل، رغم ان هم مش يقولوا احنا ناس كبار في السن، ولكن هم اكيد القاده القدامى اللي عندنا قاعدين يوروا فينا بان العمل الوطني والعمل الخيري مش مستحق اي شيء. تقدر انت باقل شيء تقدم عمل خير لبلادك، يعني حتى في شظايا الحرب الموجوده داخل او على ارض مطار بنين الدولي.
دوما دوما رحال شايفين مشاهدينا الكرام بان الكل يعمل حتى شباب الخدمات العامه وشباب مضامين الدولي يخدموا خضر حاليا قاعد يحول في الاشجار اللي قاعده في النص او ممكن الاعشاب الفاسده والشباب كلهم يخدموا يعني المطار ما شاء الله ما بين صيانه ما بين تنظيف طبعا مشاهدينا الكرام هذا هو الرنوي لطيران الجمهوريه الليبي او طيران مطار بنا الدولي وهالرنوي هم شباب كشافه اللي قاموا بتنظيفها الأسبوع اللي فات واليوم يكملوا في العمل. القائد الكشفي وكابتن طيران معنا اليوم. القائد الكشفي وكابتن طيران نجيب طلوبة موجود معنا اليوم قاعد اثنين في واحد ينظف في مطارهم أو مطارنا ومع كشافة بشطير وسرعة. قائدنا أو كابتن أهلا وسهلا بك. مرحبتين بك ومرحبتين في القناة الرسمية. قناة بنغاز الحبيب. الله يسلمك. عمل كشافة اليوم انت اليوم حضرتك معك انت كرجل الكشافة والعمل اللي قدمه فيه لمطار بنين الدولي شنو الرسالة اللي وصلوها المشاهد؟ والله نحن نعمل بإخلاص لأجل تنظيف التاكسيوي المدرج اللي هو أو الطريق اللي تحبوا فيه هذه اللي هي تؤدي إلى المدرج الرئيسي 33 والله من جهة المعاكسة 15 حاولنا نحن الشظايا لأن الآلة ما تمصش في الشظايا هي المكنسة الآلية اللي في السيارة تلم في التراب بس لذلك اضطررنا نحن كقادة جوهانا هذا السبت اللي فيه اشتغلنا والسبت هذا بحيث ننظف التاكسي وي أول وي والباركينج اللي هو مدرج وين ما يدرس السيارات لأن نعرف المحرك النفاث في الطائرات المدنية حوالي 25 سنتي على ارتفاع الأرض لذلك عنده قوة جذب تمشي في محيط متاع 4 متر فأي حاجة دبري صغيرة قزة ولا شظايا لما تخش المحرك تؤدي إلى عطلة بالكامل. لازم إن هو يجمعوا باليد ممكن هو من صعوبة تناقوا بين الوحدة والوحدة بس. عمل حقيقة شاق لكن هذه كل الناس وطنيين يحبوا نحن نقوموا بالعمل هذا وتشوف نحن عندنا اليافطة هذه اللي تؤدي إلى المدرجات 15 والمدرجات 33 مغطي حقيقة ما عندناش في الأعشاب فنحاولوا حتى الأعشاب بحيث لما تشعل تكون واضحة للطيار وين يتجه حسب ما يعطيه الموجه من برج المراقبة سواء يستعمل العمل واجب يعني ما بين الإضاءة المخفية ما بين نخشوا حتى على الحاجات الفنية نبغى نقابلوا المدير المطار نحاولوا نتفاهموا معه على الأجهزة الفنية بحيث نمشي أنا وياه نقابلوا إذا كان مجلس البلدي يقدر يعطينا أو الوزارة تشوفون الأجهزة الملاحية والأجهزة الكهربائية واللاسلكي بحيث نحن في أقرب فرصة نحاول نفتح هذا المطار. يا قائد في بعض الناس يسأل أو المواطن يسأل أمتى بإذن الله تعالى حيفتح مطار بنين الدولي؟ تقريبا حضرتك كموجود معنا من ضمن كادة الجوية الليبية يعني تقريبا ما فيش يقولوا مثلا أمتى حيفتح تقريبا أمتى حيتم بإذن الله تعالى لو توفر عندنا إمكانيات؟ لو توفر إمكانيات مش أكثر من 60 يوم يعني شهرين حيكون المطار يشتغل جاهز هذا هو طبعا الأجهزة اللي هي المعدات اللي هي تكون معدات في 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 الجانب التجاري كراسي طاولات هذه سهله لكن نحن نبغى نركز بعد هذا العمل نركز على الحاجات الفنيه هل نحن نقدر نرقب المطار بينا حسب الريجوليشن العالميه المواصفات العالميه هل هي نقدر نرقب عليه حتى على الباص 139 بالنسبه للاتحاد الاوروبي شنو الاجهزه الملاحيه اللي يحتاجها مطار بنين بحيث نكون نحن في مستوى المطارات الاوروبيه وتدخل في المنظومه الاوروبيه هذا في صالح المدينه وفي صالح المدينه بالكامل. قريبا جدا وحضورك معنا ان شاء الله بيكون افتتاح لهذا المطار عن اقرب ما يكون والله ان شاء الله نحن نبذل في كل جهدنا الحاجات تو الحاجات البسيطه هذه من التكنيس والتنظيف وبعدين ندخل الحاجات الفنيه مع الناس المختصين وندلوا الصعاب بحيث نتمنى من المجلس البلدي يتعاون معنا في توفير الاجهزه اذا كان في اجهزه ناقصه بعد شوي نمشوا البرج نشوفوا الاجهزه ناقصه نشوفوا الاضاءه نتاع المدرج الاضاءه نتاع التاكسي وي الاضاءه نتاع الباركينج اي حاجه تكون ناقصه بحيث نحن نوفروها ويكون عملنا يعني بدون كلل
حتى نصل الى 60 يوم يكون المطار مفتوح ان شاء الله باذن الله تعالى. توفر الحاجات الامنيه اللي حوالين المطار. وموافق ربي يعطيك الله يسلمكم، وبرضه بدنا نهنيكم حتى انتم قناه الرسميه على المجهود اللي تبذلوا فيه، هذه رفع معنويات للشباب واعطاء معلومات للناس بحيث الناس تعرف بنغازي وبشبابها كيف يحيي. حي لن تموت بهالهواء. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا شكرا. حنجول مع بعض شادي كرام وحنمشوا لداخل مكان مطار ميناء الدولي ما بين البرج ما بين الصاله الداخليه والخارجيه وكل مشتقات مطار بنين الدولي من مدينة بنغازي العاصية. طبعا مشاهدينا الكرام حاليا حنجول بكم داخل مطار بنين الدولي وحناخذوا مقر وحيحكي لنا الكابتن نجيب شنو صاير في هالاماكن اللي خاصه بمطار بنين الدولي. نحن طبعا نشوفه في الصاله للضيوف للشخصيات البارزه للشخصيات الكبيره، ونشوف سيارات الاعلام متهدمه، هذه تبي لها صيانه برضو القزاز وشويه صيانه للمرافق اللي داخلها. اللي جنبها طبعا على الشمال هذه هي الصاله حتى هي للكبار الزوار، لكن هذه صاله طبعا قديمه وتحتاج الى صيانه. بجنبها نشوفوا نحن المكان المسكر، هذا هو المبنى الرئيسي لمطار بنينة، وتشوفوا اعمال الصيانه قاعده قائمه ان شاء الله. نشوفوا طبعا في النوافذ حاجات اللي باينه عليكم، هذين كلهم طبعا يبن تغيير اللي من النوافذ وكذا، المرمر هذا اللي طاير المفروض تغير، الكهرباء هذه يشوفوا لها حل، بغ الخيوط اللي هذه ما تناسبش المطار. نشوفوا مرافق الخدميه، اول حاجه نشوف فيها هي شركه البريغا اللي توفر فيه الكيروسين، طبعا ماهيش بنزين اللي يعطي الطيارات، هي كيروسين جيت اي 1 اللي هو يستعمل في الطيارات سواء كانت حربيه او طيارات مدنيه. طبعا مشكوره شركه البريغا كانت مساهمتها كبيره. هذوما الشباب طبعا في الحراسة بارك الله فيهم، جماعة البريغا. نجو طبعا للبرج هذا القديم، هذا مبني في 1937، شوفوا نحن قديش بعنا من نفط، لكن هل ما بوش يغيروا هالبرج هذا كله؟ يعني شوف نحن كم صرفنا مليارات، وليبيا بنت حتى مطارات في أوروبا على حساب الشعب الليبي، لكن ما يلتفتوش للبنية التحتية. هذا البرج القديم، هذا أول برج يمكن حتى في ليبيا، كيف نقول لك حتى في شمال أفريقيا، وما زال يشتغل وتو حتى كان نقدر نرقوا فوق نشوفوا كم شنو المعدات. برضو اللي جنبه بالضبط هي هانجر الصيانه، طبعا مش فيها بكل، طبعا السقف نتاع غايبه يبي صيانه، هانجر صيانه يبي صيانه فعلا. واللي جنبه هو طبعا مقر العمليات للخطوط الليبيه وشال الصيانة والعمليات يعني هذا كله، والمخازن برضه هنا بتاع الصيانة يتابع شركة المناولة. صيانة بسيطة، ما فيش المبنى يعني كويس بحالة جيدة. هذا المبنى الثاني للبريغا، نشوفوا نحن أثار الدمار اللي سير فيه والإهمال، إن شاء الله يكون حتى هو يشمل الصيانة بحيث المواد هذين كلها تزال وتركب لها حاجات جديدة. يمكن الهانجر هذا هو تابع لهناجر للشحن الجوي، شحن الطائرات والقادمة اللي هو بيمشي برا يصدروه، والحظيرة الجمركية. وهنا مقر العمليات الليبية، شوفوا أثار الدمار الباين عليه، تبي له طبعا صيانة بالكامل اللي هو القزاز والآلات والفرش وإلى آخره، مقر كامل. يعني هم لو كانوا يكثفوا الجهود جميعا ما بين الكهرباء والصيانة يعني حيجي ما يكون. هذا برضو كان زمان هانجر صغير للطائرات الصغيرة بتاع فرارة وحدة أو فرارتين، للفوكر والسيسنا للتدريب والتون هاترز. نشوف فيه نحن طبعا زيادات الطائرات، عطينا هو مخزن للمعدات الأرضية، منطاسات وسلالين إلى آخره. نجو للمرفق الآخر، مرفق حيوي المفروض ينتبهوا له لأنه يدخل في السلامة الجوية، ودرجة الكفاءة بتاع المطار يجب ان هو يديروا له اوديتنج اللي هو التقدير لصلاحيته، ويشوفوا الاجهزه اللي ناقصه فيه بحيث نوصلوا به الى المستوى الثامن
اللي هو يقعد في مواصفات السلامة والجودة للمطارات العالمية. برضه بدنا جلسة مع الإخوة اللي هنا ورونا الأجهزة ونشوفوا نحن السلامة وين وصلتنا بالضبط. هذه لفة بسيطة على المطار بينا وتشوفوا طبعا آثار الدمار، وإن شاء الله يعني نحن نكثفوا جهود المسؤولين والدولة، مجلس البلدي، الحكومة، المؤقتة كلها تشتغل مع بعضها بحيث المطار هذا في أقرب فرصة يكون مفتوح باش يسهل الأزمة للناس اللي تتلف أمرها والعلاج وإلى آخره. لأنه هو طبعا شريان الحياة في مدينة بنغازي هو المطار والميناء. وحتى الحمد لله مش هذيك الأضرار الكبيرة جدا داخل المطار. أنا صيانة مرافق نتاع المقاولين ما فيهاش حاجة فنية يعني. حتى لأنه مثلا الرنوي ما صابش بالكامل، أن المطار ما صابش بالكامل. بعض الشظايا نحن منظفين. كل يعني شغل مقاولين ما بين قزاز وصيانة وبناء وكهرباء ومية كويسة. في شهر واحد حتكملك إن شاء الله. بالنسبة للرنوي والإنارة اللي فيه، هل كويسة؟ هل الرنوي لا كويس، ما في شيء، نظفناه من الشظايا. في بعض البقع البسيطة يحتاج إلى ترميم، لكن هو شغال عادي في شيء. في الليل إذا كان فتحنا الإضاءة نشوف نحن اللمبات اللي نقصات بحيث يصير فيه تغيير كامل. نحن هو الباركينج أو مدرسة الطائرات، مدارس هنا هذا تشوف فيه الأرقام مع العواميد، كل عمود عليه رقم معين، هذه الطيار يعرفه بحيث لما يقول للبرج عدي مثلا المدرج رقم الباركينج 9 يمشي للتسعة ومعروف العلامات هذين. في الليل تكون واضحة، في النهار مفروض تكون واضحة. إذا كان حاجة مكسرة هني بترميم زواق يزوق وهكذا. عندنا الوينسك هذه تعطينا اتجاه الريح، الأشكار هذه اللي فوق تعطينا اتجاه الريح وسرعتها، هذه طبعا مهمة جدا. هذه آخر رؤية للطيار، مش عارف هذه شيء للحالة الجوية، مفروض الطيار يبحث لها باش يعرف اتجاه وسرعة الريح. طبعا في حالة هذه كما في الصبح نصحو بصوت الكناري، والنجم في الليل نعم الصديق، نشعل نارا ننشد لحنا، يهدي لنا النجم أعلى بريق، يهدي لنا النجم أعلى بريق. الرحالة وهيوا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى الأولى تعلو الجبال، وإلى الأولى تعلو الجبال. شدوا الرحالة وهيوا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا، وإلى الأولى تعلو الجبال، وإلى الأولى تعلو الجبال. شدوا الرحال، شدوا الرحال، شدوا الرحال، شدوا الرحال. هاريك 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 باري، هاريك 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 باري، هاري هاري كيف ما نشاهدوا مشاهدينا الكرام الروح الكشفية طيبة ما بين القادة القدامى وشباب القيادة العامة للكشافة ومشاهدات ليبيا فرع بنغازي، ما بين قادة الأشباه، قادة فتية، قادة متقدم والقدامى، كلهم اليوم مجتمعين مع بعضنا بأجواء رائعة جدا، بفرحة
كبيرة جدا. هالفرحة هي حبنا لوطننا العزيز وعملنا الدؤوب من أجل هذه المدينة الحبيبة بنغازي الرائعة. كنا معاكم في هالتغطية اليوم مع زميلي رائع جمال الفارسي وأخوك محمد شركس، ووثقنا اليوم عمل كشاف جهة بنغازي داخل مطار بنينة الدولي. شفنا عملية التنظيف كيف كانت، شفنا عملية العملية اللي فيها الحب لبنغازي وفيها الوطنية لليبيا وفيها شعار كشاف، وهو كشاف مرة كشاف للأبد. تحية كشفية طيبة لجميع من هم معنا اليوم، وكما ليبيا الرسمية ترصد هذا الجمع الرائع بعد أن اكتملوا من تنظيف مطابين الدولية. بعد قليل بعد هالختام حيكون عندهم الشباب حملة بخ المياه على جميع على الرنويب الكامل داخل مطار بنينة الدولي. طبعا هذه فرصة طيبة أن نحن نلتقي اليوم في مطار بنينة في حملة تنظيف تقودها مفوضية كشاف ومرشدة ليبيا في بنغازي. في هذه المناسبة باعتبار أن هذا العمل عمل تطوعي وعمل للخدمة العامة، ننتهز هذه الفرصة لنقدم مجموعة من أوسمة الخدمة العامة لمجموعة من رواد كشاف ومرشدة ليبيا في بنغازي. الآن يتفضل القائد أحمد المصغي والقائد عمران بن عمران لتوسيم الإخوة. تفضل يا قائد أحمد المصغي. قائد عمران، قائد عماد، قائد عماد جيبين. صفروا لنا بالصفر أعطونا حتى العصا، قالوا هيا بنا عطريق الحراسة. شكراً كرام حاليا تكريم القائد عام كشاف جهة بنغازي لمن شارك اليوم بوسام الخدمة العامة. تحية لهم على كل ما قدموه اليوم للعمل الدؤوب داخل مطار بنينة الدولي. الشيخ ناصر محمد عبد الله بالحسن. ناصر بالحسن. طبعا مشاهدينا الكرام، هالوسام هو وسام الخدمة العامة، هو طبعا عضو القادة اللي قدموا حوالي ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة إلى 20 سنة عمل تطوعي لبنغازي وليبيا. أحبتي أكيد كشاف مشاهدة بنغازي مع السلامة المهنية مع كل شباب العمل التطوعي. مع بعضنا كنا معاكم في التغطية الرائعة من داخل مطار بنينة الدولي. تحياتي محمد شركس، تحيات جمال فارسي، ودائما لنجعل حب الوطن هو الأول والأخير. العمل الخيري موجود، العمل التطوعي موجود، وبنغازي موجودة بينا وبحسنا. تحياتي لكم وتحية كشفية طيبة للجميع. السلام عليكم. هذا علام الكشفية.
طلعت السرية طاحت من الطاقية لما طلعت السرية طاحت من الطاقية ضحكوا صحابي عليا هاد حياتي الكشفية هاد حياتي الكشفية شركة ضحكت